إذن كما نتابع في هذه اللقطات التي تأتينا من بيونس أيروس للمثوى الأخير لدييغو أرماندو مارادونا الذي وافته ألمانية بعمر يناهز 60 عاما بسكتة قلبية. مارادونا عانى الكثير في السنوات الماضية، ربما آخر أسبوعين كان في المستشفى، يعني هناك كان يرقد وبعد ذلك خرج بعد استئصال الورم من رأسه. اليوم دييغو أرماندو مارادونا يرحل عن عمر يناهز 60 عاما بعد أن قدم الكثير للكرة سواء كان في الأرجنتين وأيضا يعني لنابولي ولبرشلونة وعديد من الفرق الذي لعب لها. بعيدا عن دييغو أرماندو مارادونا ونبقى في هذا الإطار، لكن نتحدث عن نادي الأهلي والزمالك ونتحدث عن الأهلي والزمالك وقمة القرن بين فريقين كبيرين في الكرة الأوروبية. وينضم إلينا نجم الكرة المصرية السابق ولاعب الزمالك والأهلي جمال عبد الحميد. جمال، في البداية نرحب فيك على سكاي نيوز عربية. قبل الحديث عن قمة القرن بين الأهلي والزمالك، دعنا نتحدث عن خبر وفاة مارادونا، كيف تلقيت هذا الخبر؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا يعني خبر، احنا جيل عاشر مارادونا وشفنا مارادونا وشفنا قد ايه احسن موهبه نزلت في التاريخ بالنسبه لكره القدم. طبعا الخبر كان مفاجئ جدا لينا على اساس ان مارادونا كان يعني كان بيتميز بصحه كويسه، لان هو كان عالج نفسه وشفناه كان بيداعب الكوره في اخر ايامه بطريقه جميله جدا جدا في على اليوتيوب، واحنا متابعين، انا واحد من الناس اللي متابع مارادونا. مارادونا شخصيه مثيره للجدل، يعني من احسن اللعيبه او هو احسن لاعب كموهبه نزلت على الكره الارضيه، واستغل الموهبه ديت فعلا يعني وهو بيلعب لحب العالم كله لهذه الموهبه. وبعد الماتش انجلترا طبعا والهدف اللي بالايد وكده، فكان كنا توقعنا نجم كبير زي دوت يعترف ان هو احرز هدف بايديه، ولكن هو حولها لحاجه تانية خالص، فهو مثير للجدل، ولكن بنعشقه بنعشق مارادونا. فطبعا خبر كان مؤلم لكل الرياضيين اللي اتعلموا، انا واحد من الناس كنت بتفرج عليه عشان اتعلم منه عشان العب في الماتشات زيه. فمارادونا ده تخيل كابتن عبد الحميد ان اخر وصيه كانت لدييغو أرماندو مارادونا قبل وفاته ان يتركوا عباره شكرا للكوره، يعني حتى قبل وفاته هذه كانت وصيته. يا سلام، لانه فعلا عمل من موهبته في الكره ان بقى شخصيه عامه جدا. شفنا كلنا طبعا، يعني يمكن انا من الجيل اللي كنت بتابعه جامد جدا، اول مره اشوف لاعب كره بعد بيليه طبعا بقى لاعب كره الصحفيين بالمية وبالمية وخمسين واحد بيتابعوه في بيته في مشاويره في اكله في شربه، يعني كان شخصيه كبيره جدا. وبعدين كمان كان عنده تحدي لانه موهوب قوي، لما راح نابولي اختار نادي يعني ما كانش ليه في البطولات باع، ورغم ذلك خد بطولات كتيره جدا بنابولي. وجمهور نابولي انا يعني شفت امبارح على احدى الفضائيات ان جمهور نابولي راح عند النادي وقعد فعلا يبكي على مارادونا. فطبعا هو عمل جمهور كبير جدا في الكره، في الجمهور العالمي بالنسبه لي، فقال ربنا يعني يكون اخر ايامه يكون كويس. واقول ايه يعني كابتن عبد الحميد، كابتن عبد الحميد كان مفروض نخصص الساعه هذه نتحدث عن الزمالك والاهلي، لكن هذه الصور تاتينا مباشره من بيونس أيروس ويفرض علينا نحن نتكلم ونتعمق ونتحدث عن مآثر هذا اللاعب، ونحن نستغلك، انت خير من يتحدث عن هذا الشيء كلاعب كبير لعبها لنادي الزمالك ولعبها لنادي الاهلي. ربما هل تتوقع بان نشاهد لاعب جديد يخرج في ملاعب كرة القدم بحجم دييغو أرماندو مارادونا؟ هو طبعا يعني في لعيبه كتيره جدا كلنا بنعشقهم ونحبهم زي محمد صلاح وميسي ورونالدو
ولعيبه كتيره جدا جدا. بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان دلوقتي الناس كلها بتقلد مارادونا بالنسبه للاعلاميين وبالنسبه للناس المهتمه بالمواهب. يعني احنا شفنا بيليه اعظم لاعب في العالم جه كنتائج والناس كلها حبته، ما كانش متصور وهو صغير بيلعب في الشارع بيلعب في نادي صغير. انما مارادونا اللي كان نقول وكيل اعماله او اللي كان متنبأ له بموهبه بان هو هيبقى رقم واحد في العالم، شفنا صور لمارادونا وهو صغير وهو بيلعب وهو صغير في احدى الحانات في الارجنتين، وشفنا قد ايه كان مهاري جدا. راقبه كمان وهو ناشئ بيلعب في نادي صغير، راقبه كمان وهو اما وصل منتخب الشباب، يعني فضل معاه لغايه ما بقى اعظم لاعب في العالم. فده طبعا دلوقتي كل الناس بتقلد اللي اهتم بمارادونا. بس شفنا ميسي وهو صغير كان بيلعب ازاي، شفنا لعيبه صغيره جدا زي محمد صلاح كان بفين. فهو عمل نموذج لاي لاعب موهوب ازاي انت تصوره من صغره عشان ما يبقى نجم كبير عالمي يقدر. بس انا اعتقد ان الموهبه ديت يعني طبعا ميسي لعيب كويس جدا جدا، رونالدو ومحمد صلاح، انما مارادونا ما فيش زي. نحن ما راح نختلف ان الكره كانها حته منه بالفعل. نحن ما راح نختلف ان محمد صلاح لاعب استثنائي قدم الكثير في السنوات الماضيه مع فريق ليفربول، ويكفي انه توج بافضل لاعب في البريمير ليج. صعب ان تشاهد لاعب عربي ان يحقق يعني هذا الانجاز في اقوى دوري في العالم، وهذا الحال ينطبق لميسي. دائما تم ربطه بانه دائما ينافس دييغو ارماندو مارادونا كأفضل لاعب في العالم، ويعني ما حققه مارادونا مع الأرجنتين يفوق الخيال. لكن بشكل سريع، الوصف الذي ربما تطلقه لدييغو أرماندو مارادونا لمسيرته طوال السنوات الماضية يا كابتن. هو طبعا أنا عايز أقول حاجة قبل ما أقول الوصف دوت بسرعة، إن مارادونا تنبأ بميسي. يعني مارادونا لما راح كاس عالم كان مش عارف موسم ايه، قال للمدرب انت ما عندكش فكره انك ما بتلعبش ميسي. تخيل يعني احنا قلنا ايه ميسي ده 18 سنه ومارادونا بيرشحه. فاتضح ان ميسي ده من اعظم لعيبه جت برده في العالم، يخش برده مع بيليه ومارادونا، بس هو طبعا اقلهم هما الاثنين، ولكن ميسي لعيب كويس جدا جدا ومارادونا تنبأ بيه. انا بقول الكوره فقدت حلاوتها جميل، حتى يعني وهو بعيد عن الكوره كنا بنشاهد على اليوتيوب وهو بيداعبها. فالكرة فقدت حلاوتها مع فقد مارادونا. كما ذكرت ربما الحدث يعني فرض علينا ان نحن نتحدث عن دييغو ارماندو مارادونا وهو في مثواه الاخير. كابتن جمال عبد الحميد اللاعب السابق لنادي الزمالك والاهلي، شكرا جزيلا لك.